التفاح الاحمر بيفكرك بمين من المشاهير في حياتنا يعني؟ هند روست. اوه يا جامد، جبت قلبي من اول لحظه. حصل طبعا، تفاح احمر امريكاني جميل. والورد الاحمر يسرى، عشان شي از فيري رومانتيك ان شيز يسرى عامه يعني، مش محتاج تقول عليها حاجه. الكمثرى بتفكرني بمين يعني؟ ايوه بحد ممثله. لا لا، او ممثل. لا كوم مش عارف ما يعني، خلينا في الفواكه احلى. اما الكمثرى ايه؟ ما انا عارف يعني، خلينا في الحرير يعني. ليه يعني الكمثرى مثلا؟ ما يوني الشلبي مثلا، ما بتفكركش بيوني الشلبي شويه؟ لا يوني الشلبي مش كمثرى. امال ايه؟ شمام. حلو. كنتالوب بتاع. تلعبها بالعكس يعني؟ ازاي يعني؟ اقول لك الاسم وانت تقول الفاكهه، ولا خليني كده العبها الفاكهه الاول؟ قول اللي يعجبك. البطيخ. الله يرحمك يا علاء، كنت بحب البطيخ قوي. علاء ولي الدين. حلو قوي. حلو حلو حلو، وهو مسكر زي وسهل البلع كده. الدوم. انت كده افتكرت حد ما دام دعيت يبقى افتكرت. اخليك ايه يا عم في ايه وانت جاي؟ انت بقيت بقى بتاع علاقات عامه ليه في ايه؟ بس ود حلو يعني، الحرش. ايه؟ اوس. صح، دوم خفيف قوي. صح ودمه خفيف قوي والله العظيم. شربات. صح ودوم حلو. القشطه، عارفها الخضره دي؟ القشطه عارفها الخضره دي، من بره ومن جوه بيضه كده، فيها بذر كتير. حلوه يعني. ايوه حلوه جدا. ايوه انا بحبها. منة شلبي اكيد. منة شلبي ماشي. البسبوسه حلوه كده جميله. أيوة. منى زكي كده ممكن. ماشي ماشي. ايه ده اللي دي الادب دي؟ عادي. بيفكرك بايه او بمين؟ لا بقول لك يا عمر، انا بحترم نفسك. انا جاي لك هنا وانا مش بدي اخوان، وما لحقتش اتفرج على حاجه عشان لو عارف كده كنا اتفقنا. كنت هتلغي؟ طيب تخلينيش. طب زميلتك مش حلوه اللعبه، ما تنكرش. لا ما كنت ضحكني دلوقتي. طب الجواف. شو الجواف؟ هو لازم فنان يعني ولا؟ لا لا لا، ممكن اي حد نعرفه مشهور يعني. ممكن تقول لي نابليون عادي، انت حر يعني. بيفكرك بمين يعني؟ معنا بفكر، بس انت حطيتني في حته ان انا ايه اقول على الممثلين يعني زمايلنا. فجزء منهم هيعز، فتحس ان الجواب جزء منهم. لو جوابها ب 15 فالتفاح ب 30 انت اتضايقنا بقى من زمايلنا ليه؟ طب مين تيم برجو؟ طب مين حرام كش؟ انت يعني متخيل سليمان عيد؟ انا عايز افهم حاجه. انت متخيل ان في فنان زميل هيقعد يحسبها يقول ده شاب هند رستم بالتفاح؟ التفاح بكام يا ابني؟ 65. وانا بقى ايه؟ اختار لي ايه؟ كاكا؟ تمام قوي يا لطفي، مفيش حد بيعمل كده يا بابا. حرنكش هتلاقي سليمان عيد. حلو حرنكش سليمان عيد. طب ما حلو اهو. وحمدي المرغاني. وحمدي المرغاني ينفع البلح الاسود ده برضه المسكر ده. ابريم اللي هو اللي سهل البلع ده، حلو برضه. ما انا بقول لك دي لعبه حلوه على فكره، ما بتزعلش جدا. طب اقول لك انا بفكرك بفكرة الباباز. لو تقعد 3 ايام عشان تجيب واحدة. شرباطة. جت بسرعة. الباباز قال لك كمان. حلو. الباباي تقصد اللي هو مش عارف فشغلان على ما تجيبه ده. صح. طويل قوي. عسل قوي يا عم. ضحكنا. او كوكونات برضه. كوكونات يس، عشان الجريت سمايلي الاسمر مع الابيض والسنان البيضة. طب يعني انت بتلعب اللعبه حلوه، سلم عليا. واحد تعبني. ما انت لعبت حلوه ده، انت والله يعني. طب ماشي اوكي، اديك 8 من 10 دلوقتي. اوكي بس هو في احراج في اللعبه يعني. عايز افتكر كل حاجه حلوه واقولها لاصحابي كلهم. لا لا لو كده ببوظها. هي حلاوتها اللي انت بتفتكره صح. قال لك اللي بتعمل اطلع عينك على مجنون. يعني ثروة ما ينفعش اقول عليه تفاح ابدا. لا لا ايه، لا ما تهزر. لا ثروة جنيز او شقاف. عارف الشقاف في فاكهه اسمها شقاف؟ استنى بس. قرع. قرع عسل. قرع عسل او ثروة قرع عسل جدا. قرع وعسل كمان. يلا يا عم ظبطناهم عشان ما يزعلش. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لطفي بي. حلو. ايه رايك؟ حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كل ما يجي ضيف لازم احط اسمه في غنوه. حبيبي يا حبيبي يا حيمنة عشت عمري بطن. انا بحب محمد فؤاد قوي. طبعا قوي قوي يعني. بحب الحزقه بتاعته دي في الغنى. انت الجميل اللي لايق عليه الغرام. انت فين؟ حبيبي حبيبي
حلم انا عشت عمري بستنى. الراجل هو بيسجل صوت بقى عيني ودانهم باظت كلهم مني بقى كل شويه اروح طالع كل شويه اتغني يا ساتر ما انتمت يعني وبجيب بالعالي قوي فجاه فبيخرم له الطاوله. انت بتنادي مش ايوه بقى ببدا من عالي قوي نادي على مزيك حبيبي. الاناناس بيفكرك بمين من المشاهير؟ انا ناسي فكرني بحد من المشاهير يبقى ايه شبهه مثلا؟ ممكن بالشبه ممكن بالروح بتاعت الفاكهه ممكن بمواصفاتها. يعني الاناناس ده فاكهه خشنه من جوه شكلها عنيف بس لما تفتحها فاتحه ومسكره ممكن هشام عباس شكله كده شعره اكرد برضو بتاع خدته بالراس كده الكنتالوب الكنتالوب الله ده تفكرك بواحده حلوه ايوه يعني ممكن الكنتالوب تفكرك بمين؟ حاجه كده سلمى ابو ضيف ماشي جميله هي دي اللي وصلت كنت بتحاول تفتكر اسمها كنت بحاول افتكر اسمها ايوه ماشي. الدوم بيفكرني بالمدرسه طبعا الدوم بيفكرك بالمدرسه طبعا الدوم ليه بقى؟ علشان عربيه الدوم اللي واقفه بره باب المدرسه تعمل عصير دوم يعني ولا دوم يتاكل ولا لا دوم يتاكل اوكي انت عارف عمري ما اكلت ده اللي كسر سنامنا واحنا صغيرين ايوه بالظبط انا بقى شربته عصير لان عمري ما اكلته معاه لا كنت احبه جدا بعد شرست. المدرسه تروح جايب دومه كده ولو طلعت ناشفه الراجل ما رضاش يرجعها لك. البطيخ البهلطه ولا فكرك بمين؟ محمد فؤاد مش عارف اسمه ايه البطيخ مقبوله مقبوله لا وهو فيه منه فوقش جميل ماشي لما يعمل رجيم ياكل ثلاث بطيخات ده لما يعمل رجيم هو اكيل جامد بيه دايما كلنا وانا اكيل بس هو ما شاء الله خس دلوقتي ايوه الموز نيكول سابا كنت بتعكسها وانت في التجربه؟ لا هي كانت طافيه عشان واخداها جد جايه بقى مش عايزه انا مش اللبنانيه بقى اللي جايه وهي كمان انا اكتشفت ان انت عارف ان انا برشحها ايوه جدا انا فاكر اليوم ده كان في بنت السلطان ايوه انا لا وانا مرشحها للزعيم لما كنا في امريكا بنعمل من مسرحيه اوكي فكان جايب واحده شكلها مش اجنبي قوي يعني فقال لي برده مش مقتنع بيها قلت له في واحده في حاجه اسمها الفوركاتس دي تنفع للشخصيه ايوه انا فاكر الكلام وبعد كده هو راح جابها من كلامي مش عارف ليه يعني ايوه فاول ما جت الاول قبل ما نشوفها جبت له مجله الموعد كان عليها الفوركاتس فقال لي هي دي جت بقى شخصيه شكلها مختلف خالص احنا قعدنا متنحين كده شويه ويبص لي وابص له مش دعوه الصوره بقى بس هي كان شكلها مختلف عن الاسطوره كان جاي عادي تماما ضربه ترنج ولما جد. شعرها وهي تون بوي شويه كده ايوه صح فمش هي نيكول سابا هي جايه بقى نيكول سابا في الوقت ده ايه يا جماعه عندها الانطباع بتاع ان الفنانات اللبنانيه بيجوا هنا يلبسوا قصير بقى ويترمي عليهم افيهات وحاجات كده فهي مش جايه عايز تعمل ده هي عايز تستفيد من ان هي تشتغل مع عادل امام وفي نفس الوقت هي عشان تعمل توازن تقريبا كانت هي كمان شخصيه جد هي اصلا كمان جد شخصيه جد نيكول هو اللبنانيات كلهم كده عندهم حته لا مش كلهم حته عمليه قوي لا بس هي دي حاجه مش وحشه على فكره لا هي شخصيات هم زينا عادي في منهم كده وكده عادي يعني بس لكن بعد ما لبست بقى وبتاع لا هي فكت بقى كنت في اللوكيشن لا ما اقدرش لان عادل امام موجود هو لوحده بس لو اخترت شغلانه غير شغلانتك كنت تبقى ايه؟ محامي ايه ده يا راجل ما انت خريج حقوق مثلا لا انت مالك سينما عادي كويس بس محامي ماشي ليه عشان قوه الشغلانه ولا عشان الفلوس ولا عشان ايه ليه يعني تحب المهنه المحامي كويس خدها قاعده ممثل كويس فانت كنت هتشتغل محامي عشان تبقى ممثل كويس وبعد كده تروح لا 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 هطلع الطاقه في في المحكمه لو معلش تطلعها في التمثيل كنت هتعرف تطلعها في المحكمه وتبقى نصاب قوي ايوه تقنع القاضي بس احنا ممثلين غلابه انما المحامين الممثلين بيودوا الناس في داهيه لا ما هو شغلانه شريره برضه اتفرج على فريد الديب الله يرحمه يا ساتر وهو بيأدي في المحكمه يا ساتر سعادتي البيه ده سياده المتهم مش عارف ايه فاهم ازاي فالحاجات دي لا ده ده بيبقى يعني عنده اداء عنده حضور